50 وكنت على مدى 6 شهور إلا أسبوع عضو في لجنة المائة في السنة 2012. طب وإيه النعمة في كده؟ النعمة في كده إن أحس بالنعمة اللي إحنا فيها دلوقتي. أحس النعمة دي فرق كبير جدا اللي إحنا وصلنا ليه النهاردة. الحقيقة كان لجنة الـ50 كل العوامل تؤكد أننا في صدد إخراج دستور لكل المصريين، وإن كان في نفس الوقت العوامل أيضا تؤكد أننا أمام مهمة أكثر صعوبة من مهمة 2012. العوامل عديدة. العامل الأول أننا في 2012 نبدأ من لا شيء، إنما في 2013 بدأنا نبني على جهد بذله 10 من المتخصصين دستورياً وقانونياً. خدوا دستور 2012، نقحوه، خطوه نبني عليه أو نبدأ نشتغل عليه، وده أسهل أو بالمعنى الأفضل أفضل. النقطة الثانية رئاسة اللجنة. رئاسة اللجنة هذه المرة أولاً تملك كل الصلاحيات في إدارة الجلسات. أما رئاسة اللجنة الماضية تحرك ولا تحرك، بإشارة كده ممكن لنا فلا تتحرك. هذه حق كل ما بنعانيها يعني. أبقى أنا واقف عشان أتكلم، حد من اللاعبين بالاسم، أنا مش هقول الأسماء، يشاور له بدأ خلاص يبقى الأول. قيادة حكيمة إلى أبعد حد. قيادة تتسم بالنفس الطويل جدا. قيادة تخطط حدود دائرة لجنة الـ50 لتتحرك خارج اللجنة لقيادات عشان يبقى لها تأثير في الداخل من أجل التوافق. أحيانا كنت أتخيل الأستاذ عمرو موسى كيف يبذل كل هذا الجهد، ومن أين له كل هذا الوقت، ومن أين له كل هذه الدبلوماسية. لا دي معروفة تبقى من الدبلوماسية بطريق بتاع أوركيدا، إنما بقوة شخصية مع طول البال اشتغل، عشان كده كان لازم يبقى نجاح. من عوامل النجاح اللي كانت قدام عينينا، ولو إنها هي اللي استعرضت المهمة أكتر، إن الـ50 عضو اللي موجودين يمثلوا كل التيارات. التيارات السياسية كلها موجودة، التيارات الحزبية كلها موجودة، النقابية كلها موجودة، الأعمار كلها موجودة، المرأة والرجل موجودة، المستوى العلمي أعلى مستوى علمي زي الدكتور مجدي يعقوب، زي الدكتور غنيم، وأيضا متوسط التعليم موجود، الشاب موجود، الشيخ والمسن موجود، كل التيارات. حتى على المستوى الأديان ممثلة، بل الطوائف ممثلة. ودي الحقيقة، وإن كانت بتدي إحساس إن المنتج هيبقى لكل المصريين لأنه من كل المصريين، إلا إنه كان بيدي الإحساس أيضا بصعوبة الموقف. بتعامل مع تيارات كثيرة، ولازم نتكلم ولأمانة مطلقة لكل منا انتمائين، ودايما بقولها انتماء الجهة اللي رشحته، لأن احنا مرشحين من جهات مش معينين أو منتخبين، والانتماء الثاني هو الانتماء لمصر. كل منا بيحاول يحقق مكاسب الانتماء بتاعه، إنما حقيقة الأمر في النهاية بسبب هذا التباين كان تغليب المصلحة العامة هو الأساس، وتغليب مصر في النهاية هو الغالب. عشان كده خرج دستور مصري ويتعجب الكل، ياه ده الكنيسة بتبارك الدستور وموافقة على الدستور، ياه ده السلفيين بيعملوا مؤتمرات عشان يباركوا الدستور ويوافقوا على الدستور، ده الفنانين بيقولوا مرحبا بالدستور. نعم،
لهجة مشكلة من الكل من أهل الأدب وأهل الفن. عايز أقول لكم بصراحة كده يعني أنا كنت في حالة انبهار من التشكيلة اللي موجودة. أنا كنت مبهور جدا جدا من دور المرأة في اللجنة. يعني اسمحوا لي أفضل باب إذا عملنا مقارنة يعني أفضل باب في أبواب الدستور هو باب الحقوق والحريات. مقرر لجنة باب الحقوق والحريات سيدة فاضلة دكتورة هدى الصدر. المواد الخاصة بالاقتصاد كان وراها خبير اقتصاد ولكن امرأة دكتورة عبد اللطيف. إنجازات المرأة في الدستور وراها مقاتل دبلوماسي قديم السفيرة ملفة التنانة. ولكن يعني تجدها واحدة كده ماسكة الطفولة والأمومة لما تيجي تتكلم عن المرأة والأم والطفل دكتورة عز وهكذا. مرأة لها تواجد حقيقي. صدقوني من المفاجآت اللي أنا فوجئت بيها داخل اللجنة دور الشباب. يعني شاب في الثلاثينات ولا حماس؟ نعم. إنما فكر ده غير متوقع. فنلاقي مثلا اللي بيساعد الدكتورة هدى الصدى في اللجنة شاب في نهاية العشرينات. فكر عالي جدا. بقول لهم ده يا راجل ده الدولة تحط عينها عليه من دلوقتي هذا الشاب الصغير. ده حقيقة. لا. ده لما كنا بنتكلم عن أي شيء خاص بالفقراء يعني لازم كان يبقى حتة الاهتمام بالفقير في مصر واخدة نسبة غالبة جدا من الفكر الدستور. ألاقي اتنين لم أكن أتخيل في حياتي إن الاتنين دول مقاتلين عشان الفقير في الدستور. شخص عمري ما اتعاملت معاه ولا كنت أتخيل في يوم من الأيام بصدد طبيعة رسالتي إن أنا أتعامل معاه. إنما أنا أعتز جدا بصداقتي لهذا الرجل المناضل لأجل الفقير وهذا الرجل اسمه خالد يوسف. مخرج سينما. دكتور محمد غنيم. كلامه عن الفقير إيه ده؟ يعني الخلاصة الحقيقة كان هنالك مقاتلين داخل اللجنة لأجل إخراج دستور مصري لكل المصري. وكان ورا الموضوع ده كتيبة عمل في مجلس الشورى بتفاني بيشتغل رغم انهم عارفين ان مجلس الشورى هيتلغى. ولم يتأثروا ولم يقصروا على الاطلاق. عشان كده الحقيقة نقدر نقول ان خرج في النهاية دستور جديد من نوعه بالنسبة للمصريين. صدقوني ده حكاية جديد من نوعه. أنا بفتح لقيت هدية. هدية 5 جنيه. مداني هدية الدكتور جابر النصار رئيس جامعة القاهرة. يعني الود اللي اتكون بيننا الحقيقة بقى فيه علاقة إنسانية حميمية جدا يعني. الدستور لأول مرة في ديباكتو يختلف عن أي دساتير في تاريخ مصر. يعني ايه الكلام ده؟ الدساتير المصرية كان دايما يكتب الدباجة قانونيين دستوريين وكانت الدباجة هي عبارة عن عنوان الدستور او ملخص الدستور. لأول مرة الموضوع يختلف. وكان على فكرة مش عاجب لجنة الصياغة الحكاية دي ان اللي يكتب الصياغة الدباجة شاعر. اللي هو الدكتور سيد حجاب او الاستاذ سيد حجاب الشاعر. ومع ذلك خرجت الدباجة مفخرة لمصر. يعني ما الصيغة بقى الطريقة اللي اتكتب بيها لما يتكلم عن مصر هبة النيل للمصريين مش كده؟ يروح قلبها بقى بطريقة لطيفة قوي. وهبة المصريين للإنسانية. أنا بيعجبني إن طبعا مش هتكلم عن الدباجة في تفاصيلها يعجبني ختامها قوي. حط مصر في مكانة جديدة خالص لما يجي يتكلم يقول نحن المواطنات
والمواطنين. محدش كان بيقول كده زمان في الدستور. وبعدين يكمل يقول ايه؟ نحن الشعب المصري. ماذا الشعب المصري؟ نحن الشعب المصري السيد في الوطن السيد. حد عارف هذا يعني؟ يعني الأول مرة يبقى الشعب هو السيد والحاكم هو الخادم. لو بقى الشعب السيد والحاكم هو الخادم تتحول مصر إلى وطن سيد لبقى الشعوب أو لبقى الدول. دي معناها ببساطة بلاغة ترفع من قيمة مصر قوي، من رفع قيمة الشعب اللي يسمع للحاكم يبقى الحاكم خادم لهذا الشعب. الحقيقة يتميز دستور هذه المرة بالبعد عن الكلمات التي لا تحمل قوة الفعل. يعني أديكم مثال، كل الدساتير زمان نقرأ كلمة تكفل تكفل دولة تكفل دولة تكفل دولة كلام، إنما المبادئ تلاقي تغيير كلمة تكلف تكفل في 90% من الحالات إلى تلتزم الدولة. كتير من الدساتير كانت توجه الكلام للشعب، لا، الدستور ده وثيقة مع الدولة من أجل الشعب، يبقى كل الحديث موجه للدولة. أنت دورك إيه دولة من جهة هذا الشعب؟ بقى التزامك إيه دولة من جهة هذا الشعب؟ لأول مرة في هذه المرة دستورنا يتكلم بلغة الأرقام، عمرها ما حصلت. لأول مرة دستورنا يحط أهدافه في المواد ويحط أدواته أو آلياته في تحقيق هذه الأهداف. لأول مرة نلاقي دستورنا يرفع من شأن المرأة. لأول مرة الدستور يعطي للفلاح حقه بالرغم من ال 50% عمله فلاحين. 50% لما كانت الفلاح من التواجد في البرلمان، شفنا اللواء وشفنا موجود بدل الفلاح، ولا حققت اهداف الفلاح. كلها ظروف خاصه. انما قبل ما نقول هنلغي ال 50% وضعت مواد يفتخر الفلاح ان ده يقدر يسمي الدستور ده دستور الفلاح او دستور العامل. شيء مبهر ولا نخش في التفاصيل. احنا لما نخش في موضوع المراه تشعر ان لا يوجد دستور في تاريخ مصر انصف المراه مثل دستور 2013. لما نتكلم عن اللي عايشين في الخارج لاول مره يجد المصريين في الخارج ان لهم مكانه في قلب وفكر مصر، وبالتالي مكانه ومكان داخل مواد دستور مصر. انا عايز اقول لكل انسان بصفه عامه لك ان تفتخر ان هذا الدستور هو دستور مصر. وعايز اقول للمصريين في الخارج بصفه خاصه لكم ان تفتخروا ان دستور مصر فكر فيكم ووضعكم في جنبات مواد هذا الدستور. تعالوا نشوف بسرعة علشان الموضوع يعني يبقى واضح شوية. لما بص مثلا مادة زي المادة 6 تراعي مصر في الخارج. واحد يقول لي مصر في الخارج، ما شفناش كلمة المصر في الخارج خالص في المادة 6. لا أنا هشوفها مع حضرتك وتعالى نشوفها. ودي المادة في أول فصل في الدستور. الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. يعني إيه الكلام ده؟ تعال نشوف بقى المصريين في الخارج. بنلاقي في مصر في بره مصر نلاحظ ظاهرة الميكسد ماريج. هو اتجوز من غير مصرية أو هي اتجوزت من غير مصر. كانت مشكلة في الابن يبقى مين؟ لا دلوقتي الابن سواء الام كانت بس هي المصريه او الاب بس هو المصري له الحق في الجنسيه المصريه. على فكره دي نقله لاول مره في تاريخ الدساتير المصريه انها تبقى موجوده بهذا الشكل.
انا عايز شايف قدامي سيدات فضليات، عايز ابص معاهم كده على ماده المرأة عشان يعرفوا النعيم اللي وصلوا له في دستور 2013. تكتب الدوله تحقيق المساواه بين المرأة والرجل في ايه؟ في جميع الحقوق اللي هي المدنيه، السياسيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، الثقافيه، واتقالت وفقا لاحكام الدستور. كان زمان بتنقل حاجه تانيه، احيانا حتى لو مش هتسبب مشاكل كانت بتعمل للمراه حساسيه، وده يوريك التوافق ان ممثلي الازهر يوافقوا، ان السلفي في الاخر يوافق انها تخرج بتوافق وفقا لاحكام الدستور ونقطه. تعالوا نشوف التفاصيل. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا. طبعا انا هو تفتكروا ان احنا بنقعد في المادة ساعة او اتنين، ممكن نقعد في يوم، احيانا نقعد يوم في كلمة، واحيانا نقعد في نقطة او فصلة ساعات، لانها تفرق في المعنى. ومع ذلك بدي مثال، مثلا تمثيلا مناسبا اللي خدت مننا بدءا من تمثيلا عايزين نسبه وحددوها بالارقام وتجاوزناها. قال طب نقوله عادلا، عادلا يعني 50%؟ انتوا هتمسكوا لنا 50% من البرلمان؟ لا لا لا، احنا سوبر ما تطلعوش فيها قوي كده يا ستات. طب بلاش تضحكوا علينا بقى، هم فاكرين مش فاهمين عربي. فبدل من تمثيلا عادلا طب خلوها متناسبه، يعني نسبه وتناسب، يعني برضه 50%. فاحنا بنضحك عليهم. طب ايه رايكم مناسبا؟ ما فيها السين والباء والميم بس ما فيش تي يعني. انا بلاحظ طبعا، انما الواقع نتفق في النهايه وتبقى تمثيلا مناسبا في ايه؟ المجالس النيابيه. طبعا القانون هينظم ده، كما تكفل للمراه حقها في تولي الوظائف العامه ووظائف الاداره العليا في الدوله، واهم من ده وده الكلمه اللي جايه، والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه. مش فاهمينها ايه جهات وايه هيئات؟ جهات قضائيه يعني نيابه ومحكمه، اللي احنا متعودين عليهم محكمه ابتدائي واستئناف ونقض. امال ايه الهيئات؟ زي مجلس الدوله، زي هيئه قضايا الدوله، زي هيئه النيابه الاداريه. بس هي المشكله مش في دول كلهم، في مجلس الدوله. مجلس الدوله في خط احمر ممنوع للمراه الاقتراب منه. الدستور بتاع النهارده شلنا الخط الاحمر، ومجلس الدوله مجبر ان تعتني المراه منصه قضاء في مجلس الدوله. يعني ما عادش حواجز، ما عادش خطوط حمراء بالنسبه للمراه في اي مجال من المجالات. وبعدين نتكلم بقى منع اشكال العنف وتمكين المراه في التوفيق بين واجباتها المنزليه او الاسريه ومتطلبات العمل، ونخش في حمايه الامومه والطفوله والمراه المعيله والمسنه والنساء اشد احتياج. خدت المراه اكثر مما كانت تتوقع. وبقول للناس اشكروا مناضله اسمها السفيره ميرفت التلاوي في هذا الامر. هذه حقيقه. صدقوني من المواد الجريئه ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات، وبعتبرها مادة جريئة جدا. قدرنا ناخد موقف، آسف في التعبير، من الحكومة. تعالوا شوفوا. تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي. يعني ايه الكلام ده؟ التأمين بيدفع اشتراك، الضمان ده من غير ما يدفع حاجة، التأمين للي قادر ياخد معاش، والضمان لغير القادر ياخد معاش. يبقى هنا ضمنا لأي إنسان على أرض مصر يبقى له معاش، بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. فئة جديدة دخلت في الخط. وتعمل ايه هي؟ وتعمل الدوله على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعماله غير المنتظمه.
يعني قعدنا نفتش في اي فئه يا جماعه دخلها قليل عشان نفكر في المعاش، ما سبناش فئه الا واتحطت. اهم ما في هذه الماده هي العبارات التاليه: اموال التامينات والمعاشات اموال خاصه. اموال خاصه ولا اموال عامه؟ لا، احنا من اول مره هنقول اموال خاصه. يعني ايه اموال خاصه؟ يعني يا دوله ما تلمسهاش، يا حكومه ما تقربش منها. بس هي يقول اموال خاصه تتمتع بجميع اوجه واشكال الحمايه المقرره للاموال العامه. يعني اموال خاصه يا دوله ما تقربيش منها، انما ماما الدوله تحميها. يعني يا دوله تخدمها عليها انما ما تجيبنيش منها، يعني باختصار شديد. يقول وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا امنا. ما تقوليش بقى بورصه، ما تقوليش فتوشكه، ما تقوليش عارف ايه. انا اللي اقول استثمرها فين؟ دي اموال خاصه انت مش هتقرب منها، واللي هيستثمرها هقول له احرص انك تستمرها الاستثمار، وتديرها هيئه مستقله وفقا للقانون. طب افرضوا احنا بنجمع شرايح من الناس للتامين والمعاشات، وحصل طفره في الاسعار، فاللي هياخد معاش برضه مش هيكفيه. اما ماما الدوله فين؟ ماما الدوله موجوده. يقول ايه بقى هنا؟ وتضمن الدوله أموال التأمينات والمعاشات. إذا الدولة ضامن، إنما الدولة ما تقتربش. الدولة تحمي إنما ما تستثمرش. الدولة تحمي اللي بيشغلها وتراقبه إنما ما تمدش إيديها عليه. أعتقد دي الأول مرة توضع بهذه الصيغة فيما يخص التأمينات والمعاشات. تعالوا نشوف برضه من الأول مرة في تاريخ مصر تتحط أرقام للي ينبغي ان تصرفه الدوله على الصحه والتعليم. بس هقول لكم بقى الصحه دي يعني ماده لطيفه قوي. يقول لكم المواطن الحق في الصحه وفي الرعايه الصحيه المتكامله وفقا لمعايير الجوده، وتكفل الدوله دول بقى الدوله الحفاظ على مرافق الخدمات الصحيه. مش هتبيع مستشفيات يا دوله، اوعي، ومش كده وبس، ودعمها والعمل على رفع كفاءات. يعني مش هتبيع مستشفى، انما لازم تطورها، ومش بس كده، هتنشرها في الاماكن اللي مش موجوده، وانتشارها الجغرافي في العادل. شوف العباره الجايه دي لاول مره في تفسير مصر. تلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومي للصحه. احنا قعدنا نقعد فيها اسابيع وتجيلنا من بره لا رافضين لا مش عايزين، واصرينا نحط رقم انفاق حكومه على الصحه بنسبه لا تقل عن 3%. 3% من ايه؟ من ميزانيه الحكومه؟ يا عم ده حكومه ايه؟ الحكومه بتاعتنا فقيره. الدخل الحكومه محدود. انا ايش ضمنني ان دخل الحكومه مع الوقت يزيد؟ لا، انا مش هرتبط بالفقير ده ولا اصرف عليه. هي اللي هتصرف. بس النسبه دي راجعه لحاجه ثانيه. راجع حاجة إيه؟ كل إرادة الدولة. في قطاع خاص، في قطاع أعمال، في قطاع حكومي، في خدمات، في قناة سويس، كل ده مجموعة في الآخر كام؟ أنا آخد منه 3%. طب ومين اللي يدفعه لي؟ ماما الدولة، بابا الحكومة. ماليش دعوة يا حكومة أنت إرادك قد إيه؟ أنت دوري بقى تزودي إرادك إزاي؟ أنا رابط الصرف على الصحة بنسبة من الإرادة العام بتاع الدولة. طبعا أنا عايز أقول لكم ده كان فيها جرأة شديدة إن إحنا نصر على كده. وتلتزم الدولة بإقامة نظام التأمين الصحي الشامل يشمل كل شيء لكل المصريين يغطي كل الأمراض. طب والاشتراك إيه؟ وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم. يعني إيه؟ كلنا هنتعالج في مكان واحد وهو مستشفيات التأمين الصحي، إنما مش كلنا هندفع نفس الاشتراك. وفقا لإمكانياتي تبدأ من شريحة معينة من القادر إلى أن تصل إلى صفر بغير القادر، ولكن هيتمتع بنفس العلاج.
ويجرب الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. حادثة، لا دلوقتي نعمل حادثة، يدور فين أحسن مستشفى خلاص وديني عليه. ولا يبلغ مالك المستشفى ما يعالجوش. هنا ما دام حالة خطر أو طوارئ لازم يعالجوا دون النظر إلى يدفع ولا ما يدفعش. زائد الدولة هتلتزم بتحسين أوضاع الأطباء. إنما اللي جاي بقى دي جديدة شوية. الرقابة. شوفوا الرقابة عليا. تخضع جميع المنشآت الصحية، لما أقول منشآت صحية يبقى عامة وحكومية أو خاصة. بس للمستشفيات والمنتجات والمواد. دكتور في دواء؟ لا ده حقن، ده سرنجة، لا ده قطن، لا ده شاش. كل ده يراقب الجودة بتاعته. الجديد بقى هقولك حاجة بنفكها في مصر مش بنتكلم بحاجة. الست المصرية من دول تبص على إعلانات على قنوات تلفزيونية معينة بتدور على دواء للتخسيس. من التلفزيون تجيب دواء التخسيس، تفاجأ وزنها بيزيد. هو ايه الموضوع ده؟ وزنها بيزيد ده اقل حاجه، انما ايه الامراض الاخرى دي قصه. لا لا ما عادش الكلام ده بقى بعد الدستور ده، ما عادش الكلام ده خلاص. ليه؟ لان بقى في رقابه، من ضمن الرقابه ووسائل الدعايه المتعلقه بالصحه. يبقى الدعايه الطبيه والصحيه بكل اشكالها بقت تحت رقابة الدولة، ويضاف إليها الدولة هتشجع القطاع الخاص يعمل مستشفيات، يعمل يعمل يعمل. معقول يا جماعة الكلام ده في دستور مصر؟ معقول المواد المادة بقت جواها 7-8 مواد؟ معقول الدستور داخل في تفاصيل دقيقة كده؟ لأول مرة الدستور يخش بمثل هذه التفاصيل الدقيقة. طيب أنا مش هطول، إنما هنقل المادة تبقى زي التعليم. شوف التعليم يقول إيه؟ يحط الهدف ثم يحط الآلية ثم يحط الميزانية. الهدف هدف بناء الشخصية المصرية، ماشي كلام مصر، والحفاظ على الهوية الوطنية. يعني اللي بيحرق العلم العيب عندنا كمان التعليم، ما ربيناهوش وربنا فيه الإحساس الوطني جوه المدرسة، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير. سيبنا بقى من الحفظ بتاع زمان، هنخلي نتجه الى الاستنتاج وتنميه المواهب وتشجيع الابتكار. لما جينا في 2012 قلت قيمه المواهب ولا الانشطه ازاي؟ طب معقول نحط الدستور مصر؟ لا اتحط. وترسيخ القيم الحضاريه، ينظر الى الحضارات الاخرى، دي حضارات ساميه مش نظره فوقيه. اصل انا فرعون وانا مصري وانا ودول ناس غرب فيهم وعند، لا الكلام ده انتهى. ارفع نظرتي للمجتمعات الاخرى والروحيه، لا والاقوى من كده. وارساء مفاهيم المواطنه، يحب اخو اللي جنبه بغض النظر عن دينه، والتسامح وعدم التمييز. طب ده كلام حلو، كلام نظر. الحقيقه اهداف طيبه جدا. طب وايه الاليات؟ لا الاليات موجوده. الاليات مع كلمة تلتزم، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه لأهداف التعليم من خلال إيه؟ في مناهج التعليم ووسائل. أنا وقتها أصريت على كلمة مناهج ووسائل التعليم. أصل الأهداف اللي حققها الأنشطة والمنهج. فلازم المنهج يمشي مع كل الأهداف دي. نقلة جديدة. وقال لك وتوفيره وفقا لمعايير الجوده العالميه، ورفعنا مستوى الالزامي بعد ما كان الاعدادي، بقى التعليم الالزامي دلوقتي لحد مرحله الثانوي. ومش كده وبس، وخصصنا ميزانيه للتعليم الالزامي لوحدها، وللجامعه لوحدها، وللبحث العلمي لوحده، عشان ما فيش واحده تطغى على التاني. فلما اتكلمنا عن الالزامي بتاع الحد الثانوي قلنا 4% من ايه؟ نفس القصه، الناتج القومي المحلي. مين اللي هيدفعه؟ الدوله اللي هتوفره.
وهكذا لما اتكلمنا عن التعليم التعليم الفني واتكلمنا عن الجامعه وحطينا برضو الجامعه 2%، ولما جينا عند البحث العلمي لاول مره يتحط رقم للبحث العلمي 1، وفي كل الميزانيات دي نقول الى ان نصل الى المستويات العالميه. يعني احنا لما نقول 4% و2% و1% دي تقريبا مرتين ونص الى 3 أضعاف الحاجة، ومش مكتفيين بده، لا اسفين احنا عايزين وفقا للمقاييس الدوليه. بعد كده الحقيقه سواء الصحه سواء التعليم كلام قوي جدا في دستور مصر كلنا نفخر بيه. لما اتكلم عن الزراعه عشان ما اخدش وقتكم كتير، النهارده بقى الفلاح شريك في تحديد سعر المحصول بتاعه مع الدوله. كان زمان الدوله تقول ثمنه كذا، اصل الدوله بتستورد القمح بكذا، فيا فلاح عاوز تبيع لي هتبيع لي بالسعر اللي بشتري بيه من بره. لا اسف، تكلفه الانتاج عندي في مصر اغلى، لان المركانه الزراعيه عندي مش موجوده. انا بزرع 6 أراضي، بزرع فدان، اللي بره بيطلعوا رخيص، مش بس الدوله بتدعم، لان بزرع 500 فدان بالليزر وقصص طويله عريضه. لا انا حد هامش ربح وهشتريه زي ما اتفقوا مع بعض معايا، الربح ده يبقى ثمنه كام، وانا برضو كدوله مش هخبى عليهم، هبقى انا الكسبان. كسبان ازاي وانا بشتريه اغلى من بره؟ بس تشتريه بالجنيه المصري، من بره هتشتريه ارخص صحيح، بس قول لي هتجيب العمله منين؟ فيعني احنا فاهمين اللعبه دي، عشان كده بنضغط على الدوله انها هتشتري وفقا للاتفاق بين الفلاح وبين اجهزه الحكومه بشكل او اخر. حطينا ماده للصيادين، حطينا الكثير من الامور في ماده خاصه بالموارد الطبيعيه. بدانا نتكلم عن الموارد الطبيعيه للمستقبل. يا جماعه اسمحوا لي اقول لكم، احنا بنحفر ابار في الصحراء الغربيه، وابار المياه الجوفيه في الصحراء الغربيه دي في منطقه كبيره منها كارثيه. ليه كارثيه؟ لان خزان الميه اللي موجود في المنطقه دي اللي هو خزان حجر الرمل النوبي، ايه حكايته ده؟ ملوش موارد ميه جديده، ما بيتغذاش من جديد. يعني هتاخد اللي فيه كام سنه هتخلص اللي فيه؟ مفيش موارد، فده تحافظ عليه وما تقربش منه، خليه للطوارئ استخدمه، دور على خزانات تانية لها امتداد، والمعدل اللي بيجي لها جديد اسحب. لا بدأنا نفكر بقى، أجبرناهم يحطوا قوانين للكلام ده. بدأنا نتكلم على تصدير الخامات، ما نصدرهاش خامات أولية، نصدرها نص مصنعة. يعني باختصار لما أقول مثلا الجرانيت الأحمر، في العالم كله أشكال وألوان من الجرانيت. انما بقول جرانيت احمر في العالم يعني اسوان. طب يا جماعه يعني لازم نصدره بلوكات، مش قادرين نجيب قطاعات ليزر ونقطعه بالليزر ونوصله بلاطات؟ معقول يا جماعه نصدره للصين بلوكات والصين تقطعه بالليزر وتبيعه في امريكا بلاطات سمك سنتي، احنا ما نعرفش نقطعه سنتي، بنقطعه 2 سنتي؟ لا لازم نتطور. معقول يا جماعه يبقى عندنا تيتانيوم؟ حد عارف عندنا تيتانيوم ولا مش عارف؟ عندنا تيتانيوم بتصدره تراب، مش قادرين نجيب حاجه لتكثيف التيتانيوم، بدل ما الطن احوله ل 2 كيلو اجيب اضعاف اضعاف سعره. والتيتانيوم ده اهم اكثر اهميه من الذهب، الذهب ده ملوش قيمه غير لسه عند الستات بس. يعني اتس سوفت ميتال، يعني ما مش استخدام غير الزينه. انما ما اقول تيتانيوم ما يبقاش فيه صاروخ الا ما فيه نسبه تيتانيوم، ما اقولش في مركبة فضاء الا فيها نسبة تيتانيوم. المعدن اللي اتحط عليه نسبة تيتانيوم يحتمل الضغط العالي والحرارة العالية. عندنا تيتانيوم بس مش عارفين نسبة، وهكذا. لا اتحطت في الدستور حاجات زي كده لمراعاة مستقبل الأجيال القادمة، ما نغلطش غلطة الغاز اللي بنصدره واحنا محتاجينه أو إلى آخره. ده الدستور حط الكلام ده بخصوص الموارد الطبيعية. أنا الحقيقة عايز أتنقل بسرعة وأقول لكم مثلا المعوقين من غير ما أخش في التفاصيل. عمركم شفتوا في دستور مصري بيتكلم عن المرافق وإعدادها للمعوقين؟ دي نقلة بقى. يعني هنبقى زيكم كده في إنجلترا يعني. لا بس إحنا عندنا أكتر منكم حاجة.
هو الدستور بتاعهم هنا بيتكلم عن الأقزام، ده احنا الدستور بتاعنا بيتكلم عن الأقزام. دكتور ما فيش دستور صحيح، خلينا في الدستور الأمريكاني القديم قوي ده. مش عارف انتوا شايفين تاني الدستور، احنا عملنا الدستور يا جماعة. صار ما يجيبش سيرة الأقزام. فأي دستور الدستور الوحيد دلوقتي بيتكلم عن الأقزام. بس عارفين ليه؟ من أقوى المواد اللي بتتكلم عن المعوقين وحطت الأقزام، لأن كان عندنا رجل عظيم جدا في اللجنة الخمسين كان معوقا، لكن يحمل دكتوراه في القانون، وكان أقوى محامي عن هذه الفئة. عشان كده لما خرجت هذه المادة خرجت غنية جدا. هو كان محامي عن المعوقين، ومش هتكسف أقول لكم وأنا كنت محامي عن المصريين في الخارج، ده حقيقة. يعني اتكلمت بوضوح يمكن مرة كانت مش أقل من نص ساعة عن المصريين في الخارج. لا لا يا راجل، المصريين في الخارج عندنا عدة مشاكل. سيبك من رعايتهم، ده السفارة بتقوم بيها على أكمل وجه، والقنصليات بتقوم على أكمل وجه، إنما أنا بتكلم عن حقهم في الانتخاب مثلا. نشكر ربنا إن كانت أول مرة يشاركوا في الانتخابات، بس معاها معوقات كثيرة جدا. زي إيه؟ معاها معوقات إنه عشان ينتخب لازم ببطاقة الرقم القومي، وعشان أطلع بطاقة الرقم القومي لما يجي ممثلي وزارة الداخلية يطلعوها، وهيجوا كل إيه؟ ربنا يجيبهم بسلام، وهيقعدوا مدة قد إيه؟ حسب الظروف، وهيروحوا فين؟ في بريطانيا؟ طبعًا في لندن، يعني هجيب من أقصى الشمال يجوا هنا ولا إيه؟ طب لندن، طب إنجلترا محدودة، ماذا عن أمريكا؟ مشكلة، المشكلة الأخرى، هيكتب إيه في بطاقة الرقم القومي بخصوص العنوان؟ هيقول مثلا أنا من وست كوفينا كاليفورنيا أمريكا، ولا هيقول يجيب عنوان جده في بورسعيد؟ طب لو حصل انتخاب برلمان إزاي هو عنوان كاليفورنيا ومكتوب عليها ينتخب حد في بورسعيد؟ ملوش حق. طب وفي مرشح هنا موجود في كاليفورنيا ولا في بريطانيا عشان ينتخبه؟ لا مفيش. طب يعني يكذب ويقول ان انا عنواني في مصر عشان ينتخب؟ طب بلاش كده. هو عمل بطاقة رقم قومي. طيب هينتخب ازاي؟ يوجد اربع وسائل للإدلاء بالصوت. يا ترى احنا بناخد منهم ايه؟ بالحضور، بالتبديل، بالبريد، بالبريد الالكتروني، دول الاربعة. طب ايه المتاح؟ فكر فيه برضه مشكله. طب ننتقل من دي لحاجه اكبر شويه، هل من حقه يترشح في البرلمان؟ لا 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 لا، دي كبيره بقى، دي واسعه شويه دي. لا 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 لا، معقول بتاع بره هيجي البرلمان كمان؟ ليه واحنا اقل من تونس؟ تونس فيها 18 كرسي من التوانسه في المهجر في البرلمان. فرنسا وعامل مقسمه العالم دوائر انتخابيه. فرنسا في 12 كرسي في الجمعيه الوطنيه في باريس. المهاجرين بينتخبوا 155، وقت البرلمان من ال 55 دول بينتخبوا منهم 12. طب ما لازم احنا نفكر كده. عشان كده كان لازم نطرح قضيه الموجودين خارج مصر، المصريين في الخارج بكل حاجه. أول حاجة مكسب خدناه حتة الجنسية للي يعني أحد يعني والديه فقط هو المصري. من الحاجات الجديدة لقيناها في المادة 88 لما بتتكلم على رعاية المصريين بالخارج والقايمة بالقنصليات على أجمل وجه، تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكنهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. الجديد بقى، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات. المرة اللي فاتت كانت استثناء دون مظلة دستورية. لا دلوقتي بقى في مظلة دستورية
من أجلها تصدر القوانين اللي تمكن المصريين في الخارج من الانتخاب والاستفتاءات. طب بنفس الطريقة ونخش في مشكلة مع السفير أشرفه هنا بتوع وزارة الخارجية على الانتخابات، طب دي قانونية ولا لا؟ القانون بيقول القضاء، ونخش بقى لا احنا فتحنا باب من أولها. قال قلنا بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور. اللي قلناه عن المصريين في مصر في هذا الدستور، المصريين في الخارج ما لهمش علاقة بيه، نعمل لهم قانون خالص، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات والآخر. إذن دي نقلة جديدة بتفتح باب دستوريا إن المصريين في الخارج لهم الحق في الانتخاب والاستفتاء، ولكن بآليات تختلف تماما عن الآليات اللي كانت موجودة قبل كده. وبعدين الحقيقة قلنا يا جماعة خلينا صراحة، وعشان بس أنا قلت أنا كنت بحارف في دي، لازم لأجل الأمانة أذكر الدكتور كمال جباوي، لأنه هو الوحيد اللي كان بيأيدني في هذا الموضوع في إيجاد وضع خاص بالمصريين في الخارج. بدأنا نتكلم في موضوع تاني، لا احنا مش عايزينهم بس ينتخبوا، إذا أردنا فعلا دعما مصريا من ولادنا اللي في الخارج سواء على المستوى السياسي أو المستوى الفكري أو المستوى العلمي أو حتى على مستوى الاستثمارات، لازم يشعر أنه مواطن مصري له كل الصلاحيات بما في ذلك أن يمثل في البرلمان المصري. طب إحنا هنا في الدستور اللي إحنا بنعمله ما بنحطش قوانين انتخابات، اللي بيحط القوانين بتاع الانتخابات هو البرلمان. بس احنا عندنا في المرحلة الانتقالية لعدم وجود البرلمان كمشرع، رئيس الدولة النهاردة له دور التشريع، فهو اللي هيشرع فيما يخص المرحلة الانتقالية. يعني البرلمان اللي جاي هو اللي هيحط قانون. نقول لو سمحت راعي فئات معينة ما بتاخدش حقها في هذا الكلام، فقلنا تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. إذا رئيس الدولة في المرحلة دي هيطلع قانون يقول لنا كيف سيمثل المرأة والشباب والأخبار والمصريين في الخارج. طبعا مستحيل ان احنا نعمل دوائر انتخابيه هنا في الخارج، انما اقل ما فيها في المره القادمه هنبقى مفتحين عينينا جدا ومنتظرين هيتعين مصريين في الخارج في البرلمان اللي جاي ولا لا. يا ريس احنا مدينا 5% تعيين، كانوا زمان 10 دلوقتي بقى 5%، ممكن يبقى 25 27 28، فما تنسناش يعني احنا عايزين نحط الاساس النبادي، وهنتنين على فكره نشتغل على دي في الفتره دي. لو حطينا واحد من الخارج النبادي في البرلمان بقى لنا رجل في البرلمان، لكم رجل بلاش انا اقول لنا رجل، لكم رجل في البرلمان عند وضع قانون الانتخاب يتحط ما يخص المصريين في الخارج. انا اعتقد يا احبائي هذه الوثيقه اللي بين ايدينا لم تترك احدا ولا فئة إلا ووجدت لها مكان ومجال في دستور مصر. عايز أقول لكم بصراحة إحنا كلنا في هذه المرحلة علينا نفتخر بدستورنا اللي اتحط النهاردة، فالكثير في كثير من الأمور لا توجد في دساترنا السابقة، في أمور كنا نتمنى أحسن منها في مادة أو اتنين، إنما في عوامل كانت تمنع ان احنا نتجاوز هذا الامر في الماده او المادتين اللي احنا كنا بنفكر فيهم. انا اعتقد ان هذا الدستور يمثل نقله كبيره جدا، ارجو ان ربنا يستخدمها لخير مصر في الفتره القادمه. عايز قبل ما اخلص اقول لكم بصراحه، نكمل بصراحه، انت مطمن يا بابولا ان التصويت هيبقى بنسبه عاليه
على الدستور ده؟ لا، انا ما اعرفش ارسم صوره ورديه. لا ليه؟ اصل لو قلت لكم ان شاء الله هتناموا في يوم التصويت هيبقى الدنيا ساعه ولندن الضبابيه دي من ينزل. لا، اقول لكم ليه؟ اتعودنا ان التصويت في الاستفتاءات بيبقى بنسبه محدوده جدا. ليه؟ مفيش الحافز، وخاصة مع شعب مصري البسيط اللي في الريف والمناطق العشوائية. في البرلمان بيبقى العلاقة الخاصة بشخص بتنزلني، وإن لم تكن علاقة شخصية فيبقى المنفعة الشخصية بتنزلني. هيشغل ابني وعدني مش عارف هيعمل ايه، وعدنا لنا أول ما يروح البرلمان هيرسف لنا الطريق اللي بيودي على قريتنا، وعدنا 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 على الأقل من أجل الوقت هنروح نصوت له. مش ده اللي بيحصل؟ بلاش بقى نوزع الزيت ولا سكر ولا قصص دي، خلينا في الايجابيات. النبات ده مش موجود. زائد في فصيل بيقاوم وبيحاول يحرك الطيارات بعد التصويت. زائد في ارتباك احنا شايفينه في شباب الجامعه شويه في الفتره الماضيه، اتعشى انه يهدى في الفتره اللي جايه. في عوامل قد تؤثر بالسلب، هي خاصه بالصفه عامه في الاستفتاءات، والنبات لها ظروف خاصه. إذن الحقيقة الاعتماد الكلي على من يدرك أهمية اللحظة، الاعتماد الكلي على من يدرك عن معرفة أن الدستور ده دستور مهم جدا لنا بما فيه الكثير من الإيجابيات. وأعتقد أنتم على رأس هؤلاء المدركين لأهمية اللحظة ولأهمية هذا الدستور، ومن خلالكم أرجو إن ما يبقاش في واحد في بريطانيا كلها له الإمكانية أن يصوت على الدستور ولا يصوت. أكتفي بهذا القدر، أترك لمعالي السفير ترتيب ما هو بعد. ما يفتت أن بقول صراحة إحنا مش عاوزين نبطل الكلام، صراحة أنت نقلت لنا مدى الجهد والجهد اللي قمتم به في لجنة الخمسين نيابة عن كل المصريين، وبالفعل حضرتك وضحت لنا نقط كتيرة حتى لو كانت قراءتنا للدستور احنا هنعيد قراءته التشوق أكتر لنفهم بعض الكلمات وبعض الأحداث اللي وراء كل جملة أو كل كلمة. أنا هعطي الكلمة، أعطي من يرغب في توجيه أسئلة أو استفسار لنيافة الأنبا بولا. أحب الأول أرحب دكتورة نادية الخولي، أنا كنت فاكر إن هي مش هتبقى معانا النهاردة، لكن بشكرك على دعوة حضورك. اتفضل يا حضرتك. الحقيقه مش هسال سؤال، انا بس احب ان انا ارحب بحضراتكم. انا اسمي نادية الخولي، المستشار الثقافي. طبعا احنا يسعدنا جدا عقد هذه الندوه ووجودكم معانا، وحضرتك اديت لنا صوره مش عايزه اقول ورديه بس ممكن نقول ايجابيه جدا عن خريطه الطريق والمستقبل بناء على الدستور الرائع اللي كلنا ابتدينا نقرا المواد بتاعته على الانترنت، وبيتهيألي ان شاء الله يعني نعدي المرحلة دي. أنا بس بعتذر لعدم وجودي لترحيب سيادتك، لكن أنا حقيقة كنت خارج لندن، ومعلش يعني أنا بلغت عن الندوة دي متأخر جدا امبارح بس، فعشان كده أنا بعتذر وإن شاء الله يبقى في لقاءات أخرى، وبشكر حضرتك. هناخد سؤالين بعد اذنك، هناخد سؤالين هبتدي هنا. واستاذ رئيس الاستفسار سؤال بالذات لو سمحت حضرتك، انا كمسيحي مصري او كمصري مسيحي كان لي سؤالين، لي استفسار بسيط. اتفضل. بالنسبه لبناء دول العباده حضرتك حضرتك ما لمحش عنه حاجه؟ انت لو جيت الكنيسه الصبح سمعت كلامنا. معلش انا كنت في كنيسه ثانيه. الحاجه الثانيه بالنسبه للتمييز، لغاية النهاردة صورة التمييز باينة سيدنا في مصر. الواحد بيبلغ ان ابنه القدر ان يكون مسيحي
محدش بيتحرك. يعني وانا بيتخطف اتخطف ومثلا شخصيا مهمة في خلال ساعات يكون عنده. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. بص حبيبي، اول نقطة حضرتك بتتكلم فيها موضوع دور العبادة. الحقيقة هذا الدستور أعطى الأخوات ما يفوق تصوره. يعني الكلام ده يعني أنا المفروض ما أقولوش دلوقتي، إنما هذه حقيقة. تعال نشوف مادة 64 الأول. بيقول إيه في مادة 64؟ حرية الاعتقاد مطلقة، وهناك عشان برضو تعرف التطور بتاع العبارة دي، 71 كانت حرية العقيدة مكفولة، في 2012 تحولت العقيدة إلى حرية الاعتقاد بس برضو مكفولة. هناك فرق بين العقيدة والاعتقاد. العقيدة شيء خفي في داخلك، أما الاعتقاد هو المجاهرة بعقيدتك سواء بممارسة ديانتك بها أو بالآخر. فرق كبير. كانت مكفولة فتحولت إلى إيه؟ مطلقة، لا حدود لها. تعال بقى إيه ننقل لبقية المادة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق لمنظومة الخلق. عايز اوضح لك، احنا نزلناها في الاول انها حق لنظمه القانون. اتردت علينا من لجنه العشره حريه العباده، اتقال عنها وينظم القانون حق ممارسه العباده وبناء دور العباده. يعني ايه الكلام؟ قلت له لا اسف، احنا عايزينها واتفقنا مع حضرتك المفتي كده. لا، حق لنظمه القانون. الفرق ايه؟ مش ينظم القانون حق بناء دور العباده، انا عايزه حق وينظم القانون. لو هي ينظم القانون حق بناء دور العباده، يعني لما يديها لي في ايدي بقت حق. انما انا عايز حقي حتى ولسه ما خدتهاش فطالبه بيه. بمعنى تيجي تديني ال 10 جنيه دي بتاعتك، ده حقك، شكرا. لا، انا بقول لك ال 10 جنيه اللي في جيبك دي بتاعتي. هي عندك لسه، بس دي حق وحاخدها. فرق كبير، فرق كبير جدا. وبعدين لما انا اقول الكلام ده من غير آلية، كلام نظري. طب ايه الآلية؟ قوانين. فلما اجي انا في هذا الموضوع واوصل ان بقى في مادة انتقالية تجبر البرلمان في الدورة القادمة لإصدار قانون لأجل بناء دور العبادة. تعالى نقرأ كده عشان برضه تشوف. ها احنا يعني الأقباط خدوا أمور كثيرة جدا. يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانون لتنظيم بناء دور أو لبناء وترميم الكنائس. وتحددت بالكنائس، لان احنا ليه نظلم اخواتنا المسلمين ونقول لهم نحطوا المساجد في قوانين؟ وليه نقول اليهود ونقول اليهود تعالوا ابنوا؟ لا، فخليناها فقط للكنائس. قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس ليه؟ بما يكفل ممارسه المسيحيين لشعائرهم الدينيه. يعني هو من حقه يمارس الشعائر زي ما قلناها في الماده اللي قبل كده، بس احنا عاوزين نسهل لهم المهمه دي، نعمل لهم كنائس. طب بتتعمل ازاي؟ الدورة الجاية يتعمل قانون. عايز اقول لك بقالنا عشرات السنين قد تصل الى مئات منتظرين قانون لبناء الكنائس. اخيرا
في 2013 في الدستور النهاردة بنتكلم على بناء الكنائس بالقانون. حضرتك بتكلمني على التمييز. لا تمييز ليه؟ انسى قصة التمييز دي، في مصر انتهت خلاص. حضرتك لما تبص معايا في المادة 53، هذه المادة مادة مفرحة لأهل النوبة ولسينا وللمرأة وللمسيحي، لكل أحد يفتخر بدستور مصر بسبب المادة 53. نشوفها مع بعض. المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب ايه؟ لو ما تخش التفاصيل دي، بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق. لاول مرة تتحط كلمة عرق، ده رغم حساسيتها، يعني امازيغ نوبيين كنا بنخاف نقول كلمة عرق، اتحطت عرق. او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوى الاجتماعي، ما تعينش قاضي عشان اسرته على قدها، او الانتماء السياسي، النهارده الحزب الفلاني اللي سياسته كذا بيحكم يخنق اللي من طيار اخر سياسي، لا ما عادش الكلام ده، او الجغرافي، تعسيده ما يخشش القضاء، تعسيده ما يخشش الشرطه. لا ده كان زمان قبل الدستور 2013. او لاي سبب اخر، قال لك كل نسينا حاجه. وبعدين عايزين اليات تاكد الكلام، يوم يقول ايه؟ التمييز والحد على الكراهيه جريمه يعاقب عليها القانون. يعني انا لو واحد انقصني حقي عشان اي حاجه من اللي قلناها دي، ده جريمه ارفع عليه قضيه يعاقب عليها القانون. طب يعني مين اللي مكننا من الكلام ده؟ لاول مره في التاريخ المصري يقول، تقول المادة تلتزم الدولة. لاحظوا كلمة تلتزم دي كتير قوي. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا القانون. يعني واحنا بنشتغل في الدستور كان في اقتراح 10-12 مفوضية، الوحيدة اللي فلتت وتوافق عليها مفوضية عدم التمييز، اللي تقطع من الجذور اي واحد يفكر في التمييز. طبعا عايز بقى تمنع التمييز خالص، دي اللي قلناها في ماده التعليم، لما هتغير المناهج واساليب التعليم. ايه راي حضرتك في دستور 2013؟ شكرا جزيلا. سيدنا، لا انا عايز اللي كان معانا الصبح. لا لا بس لا سيدنا، انا ليا سؤال، وارجو اذا كان السؤال ده يسبب لك احراج مش حاجه تخليني ابدا. انا هسال وممكن يرد عليا سياده السفير. انا طول ما فيش تمييز في مصر حسب الدستور، انما في اقوى من الدستور اللي بيقول لا ولايه لغير المسلم على المسلم. يعني انا ما تولاش منصب مهم في الدوله، يعني انا لاني انا مسيحي. شكرا. الولايه غير المسلم، طول ما في حاجه اسمها دين، طول ما في حاجه فيها اسمها دين، الدوله الاسلام، ما فيش دوله في العالم كله. ولا ايه؟ معلش، ما فيش دوله في العالم كله. اسمعني بس، اقول لك على حاجه، ما تقولش دين، نقول الدين لله والوطن للجميع، هي دي الحريه. واحنا سيبنا مصر وعملنا سيبناها عشان العناء اللي احنا كنا بنعاني فيه. وبعدين انا واحد من الناس، انا معايا بكالوريوس هندسه جيد جدا، وبعدين كان المفروض تاني معيد قالوا اسفين انت راجل مسيحي، هتفضل ديت لان لا ولايه غير المسلم على المسلم. بس انا شايف. شكرا جزيلا. انا عايز سياده السفير يردني العقل. انا ارد لو سمحت. ارتاح، انت لسه بتتكلم على الوظيفه بعد ما اتحلت على المعاش. يا ريت تتحدى على المعاش يا سيدنا. انا معايا الدكتوراه. طب اتفضل، طب اتفضل، اتفضل ارتاح بس، ارتاح. بص حبيبي، اولا يعني احنا لما كنا رافضين الماده 219 باي شكل من الاشكال، كنا رافضين عشان اللي حضرتك بتقوله ده،
أما فيما يخص عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، احنا هنا بنتكلم عن المورالز، فلا يوجد فيها أي نوع من التمييز إطلاقا. حتة عدم ولاية من كذا على كذا غير موجودة لا في دساتير ولا في قوانين. دي كنت تصرخ طول الكلام ده بأعلى صوت في أي ميدان في دستور 2012، عشان كده احنا ما كملناش في دستور 2012. فأنا بطمنك الكلام ده لا وجود له في دستور 2012-13، وبالتالي لا يمكن أن يكون في أي قوانين، وبالتالي لا يمكن أن يكون في أي تطبيقات من لوائح أو أي آليات أخرى. شكرا، تفضل. سيدي الدنبا، أحب أرحب بيك أولا، وبعدين أحب أقول أنا سعيد جدا إن أنا أشوف توافق فئات الشعب اللي تمثلت في لجنة الخمسين، التوافق اللي أنا كنت من زمان بتمنى أشوفه في أي لقاءات مصرية وكنا محرومين منه، فلأول مرة أشوف التوافق بهذا الشكل، أتمنى إن هو يستمر في بقية اللجان اللي جاية. السؤال اللي عندي هو مواد الدستور أنا مشيت فيها ما لقيتش حاجة أنا منتظرها، ياريت أكون أنا ما خدش بالي منها وحضرتك توضحها لي. هل في مواد الدستور شيء يمنع رئيس الجمهورية اتخاذ أي قرارات عنترية كما فعل رئيس محمد مرسي؟ زي في يوم وقف وقال إن كل الصلاحيات في إيده وإن ما حدش يقدر يطلع على أي قرار. شكرا يا زين. شكرا، بشكرك. الحقيقة إحنا كان عندنا أحزاب، رؤساء أحزاب، مش حتى ممثلي أحزاب. ورؤساء الأحزاب ده عشان أكون صريح معاك يعني شوية، أصحابي كلهم إنما عارفين ما حدش فيهم حاجة رئيس دولة. خلينا نتكلم بصراحة يعني. فكانت كل طموحاتهم إنه يبقوا رؤساء حكومة. وعشان يبقوا رؤساء حكومة إنه يبقى هم أحزاب الأغلبية جوه البرلمان. فكانوا بيجاهدوا ويصارعوا ان يتجهوا الى النظام البرلماني. طيار اخر من اجل الاستقرار كان عايز النظام الرئاسي، واتفقنا في النهايه ان يكون النظام مختلطا، انما برضو كان بيشدون المختلط الذي يميل للبرلمان. ورغم ما تربطني بيهم علاقه طيبه زي الدكتور ابو الغار مثلا، زي الدكتور سامي بدوي، كنت بقولهم يا جماعة أنتوا بتفكروا في مصالحكم الحزبية ولا تفكروا في مصر. كنت بكلم بصراحة جدا. ليه بقى؟ حاليا الثقافة لدى الشعب والممارسة الديمقراطية والتواجد الحزبي في الشارع لن يفرز الأفضل إلى البرلمان، ولدورة واثنين لن نصل إلى حزب أكثرية ولا أغلبية، أكثرية بقدر كافي ولا أغلبية من أحزاب أقول أنها تتسم بالاعتدال. إذا قد يحدث أن يبقى الحكومة القادمة، وده في الغالب هيبقى كده، سمك لبن تمر هندي. ليه؟ زي ما بنشوف كثير من الدول عبارة عن تجميع من ممثلي أحزاب متعددة بشكل الحكومة دون توافق، أقصى اليمين الأقصى اليسار. دكتور سيد بدأ مثلا اتفق مع السلفيين وكون حكومة، بدأ مثال يعني ما أقصدش ده بالتحليل. طب هي الحكومة دي هي اللي هتدي الاستقرار في مصر وتحط الخطة في مصر وتقود البلد في مصر؟ إنما أنا متأكد أن الكيان الوحيد اللي هياخد 50% على الاقل زائد واحد هو رئيس الدوله. مظبوط الكلام ده ولا لا؟ فالشخص اللي هيبقى واخد اغلبيه حقيقيه هو رئيس الدوله. اذا الشخص اللي اضمن ان الشعب كله بيتجه اليه هو رئيس الدوله. انا مش عايز فرعون، انما انا مش عايز واحد له يد مرتعشه مش قادر يعني ياخد قرار. عشان كده روعي الاتي، التوافق في أن يكون نظام برلماني رئاسي يميل سنة للرئاسي،
انما مع تقليل كثير من الصلاحيات اللي موجوده. زي ايه؟ ادي مثال حضرتك. اولا قلنا الرئيس في الاول هو اللي هيختار الحكومه، عشان احنا عارفين ان التركيبه اللي جايه في البرلمان اللي جايه واللي بعد كده لكام سنه لحد ما الاحزاب تقف على رجليها هتبقى تركيبه ما فيهاش هشه، ما فيهاش التوافق. طيب بس بشرط ان الرئيس الدوله الحكومه اللي هيختار رئيس الحكومه اللي يشكل الحكومه لازم يوافق عليها البرلمان، يبقى ما تدلوش يد مطلقه الا البرلمان يقول له لا ولا اه. طب لو ما نجحتش يوم يقول للاحزاب اللي بتشكل المجموعه وبعض تتكون اغلبيه في الاخر انت اللي شكل الحكومه. طب لو ما نجحوش لا بقى انت يا برلمان مش عارف تشكل حكومه، نرجع للشعب بقى. ما هم عطلوه في الحكومه اللي حطها، وحتى وهم بيشكلوا الحكومه البرلمان بتاعهم ما قدرش يوافق على الحكومه، يبقى نازل الشعب. اذا هنا الرئيس ما عندوش مطلق الاراده. طب لو البرلمان هو اللي شكل الحكومه، عايزين التوازن. الناس الافاضل بتوع السياسه الخارجيه دي نسيبها لحكومه ما نعرفش لونها ايه جاي، لا لا، طلع الخارجيه وطلع الدفاع من الحكومه دي تمثل السياسه العليا بتاعه البلد اللي ما تحركهاش الوان الطيف الحكومي. فادينا له كام وزاره بس يقول لك بالتنسيق مع رئيس الحكومه، مش معناه ان رئيس الحكومه يوافق يعني يبقى معاه في الصوره، انما الابر هاند في الاختيارات دي هي رئيس الدوله. اذا احنا ادينا صلاحيات لرئيس الدوله وقللنا كثير من الصلاحيات فاصبح النهارده رئيس الدوله غير رئيس الدوله. النقطه الاخرى بقى اسمح لي اقول لك، كان زمان ما عادش رئيس دوله يجي ما هوش خادم للشعب ومتسلط على الشعب، ما عادش كلام ده. مدينه شفنا في هذا الزمن المحدود الثورات اللي قامت، ثورة على نظام في وقتها متخيل ان الجيش والداخلية تبعه، وثورة على نظام شفناه مدعوم اقليميا ودوليا. الشعب هو السيد، للوطن السيد. اتفضل. حاضر. اه لا انا اسف عشان المايك. يوم 10 نوفمبر 2013 قرينا في اليوم السابع مقالة قلت كنت موجهها للاستاذ جواب رساله لعمرو موسى، وحطيت فيها كذا نقطه زعلان منها ولدرجه ان قلت كنت بتهدد بالانسحاب. دول انا بقاوم. فكنا عايزين ما سمعناش بعد كده، هل النقط دي كلها اتحلت بعد كده؟ شكرا جزيلا. وبعدها بفتره برضه لتاني مره برضه حصل مشكله هدد فيها بالانسحاب. شكرا جزيلا. أنا في بداية حديثي كنت صادقا جدا، قلت لكم كل واحد مننا كان به انتمائين داخل اللجنة، وكل واحد كان بينسعى يحقق أهداف الجهة اللي بترشح، كلنا هو بدون استثناء. إنما كان في الطرف الآخر باستمرار الناس بتوع الاتجاه اليساري عندهم اتجاه يمين، الاتجاه المسيحي في اتجاه ديني اخر متشدد زي السلفيين، خلينا نبقى واضحين يعني. وهذا لا يقلل من وطنيه الكنيسه ولا من وطنيه السلفيين. في المره الاولى احنا بنقول بنتفق على مواد الهويه، انا زعلت من الاسلوب اللي اتبع. اما يتفقوا مع طرف ويطبعوها في الورق اللي هندرسه في اللجنه دون الرجوع للطرف الاخر انا زعلت. كان لازم ترجعوا لنا كطرف تاني الاول، انتم معطلنا بقى لنا شهر. التصويت كان لصالح الطرف ده بتصويت 10-4 و10-3، ما تجيش تطبع رأي الثلاثة متجاهلا رأي العشرة في اللجنة دون أن ترجع للعشرة في الكلام، فده اللي زعلنا. أنا مدرك أن كان هنالك ضغوط من الشارع، وهذا الشارع هو الشارع السلفي، ولابد أن أقول حقيقة الأمر، ناس وطنيين الى ابعد حد، متشددين انما وطنيين. فكان هنا في قضيه صعبه، ازاي الدوله عايزه تحافظ على هذا الفصيل
الوطني ما يخرجش عن الإجماع فنرضيه على قد ما نقدر، إنما في طرف آخر لما بيلاقي إن الإرضاء بهذه الصورة بيزعل. ولما يعني نتكلم لا بقى هكتب لك أصو جاي يقول لي تعالى بكرة عشان هنقعد نتفق مش عارف عشان إيه، تقول لك أنا بكرة زعلان حصل كذا. على فكرة الإنسان فاضل طول عمري بيه، أنا هبعت لك الجواب الأول وأنا طريقتي بكتب في واحد اثنين ثلاثة. قال لا بقول الله يخليك أنت بالذات أنا مش محتمل يعني أنت سمعت. قلت له ما تقلقش بكل كلمة وكلمة هذكر الإيجابيات اللي أنت بتعملها. وفعلا بعته ما أعرفش إزاي اتصرف الجواب ده وانتشر بشكل أو آخر. إنما عايز أقول لك هذا الرجل رجل عظيم وطني. أنا فوجئت، أنا مشغول وبعدين لقيت حد من أعضاء له مكانة سيدة فضيلة تقول لي أنا بقول لها عمري ليه بيتروح مش عارف ينام، ده سايب لك رسالة. فقلبت في الرسالة الراجل بيقول لي أنا مش عارف أنام عشان أنت زعلان الساعة واحدة وربع. فطلبته قلت له في زعل مش حاجة أبدا أنا جاي لك بكرة الصبح. ورحنا تفهمنا وقال لي أرجوك ساعدني لإقناعهم بطريق في النص. وللحق يقال كان للأزهر دورا إيجابيا وبارزا جدا في الوصول للتوافق في كثير من الأمور. يعني مثلا أديكم مثال، يعني هم كانوا مصرين على مادة 219 بأي حال من الأحوال. أنا بقول لا يعني لا لأن عارف مخاطرها، وهم يقولوا آه يعني آه وإلا هنمشي، وانا بقول وانا كمان همشي 219 مشيتنا في 2012 وهتمشينا في 2013. وهي لما مشيت في 2012 مشيت كل اللي بيفكر من ضمنهم كان الاستاذ عمرو موسى مش مش بسبب 219. وكان الازهر دورا بارزا في اقناع اخواتنا السلفيين، وبقول اخواتنا السلفيين، ان تفسير المحكمه الدستوريه لكلمه مبادئ هو اكثر التفسيرات احكاما. فجينا وافقنا على دي وتنازلنا عن دي وهم وافقوا على دي وتنازلنا عن دي، بقى في تنازلات متبادله عن امور من الممكن ان يتم التنازل عنها من اجل مصلحه البلد في الاخر. والنتيجه هم كملوا وانا كملت، هم بيتكلموا عن الدستور لازم تروحوا تصوتوا وانا جاي لكم لندن النهارده بقول لكم لازم تصوتوا. اذا التوافق هو النتيجه الاخيره. أنا برحب بالأنبا بولا القساوسة المصريين تاريخهم طويل في الدفاع عن الحركة الوطنية المصرية، وقد انتقل إليك هذا الشرف وقد أنجزت وأديت دورك بالنسبة لمصر وبالنسبة للأقباط المصريين. استمرت الشعلة وصلت إليك وسوف تنتقل إلى من بعدك. أنا الحقيقة عايز أقول لحضرتك على شيء أقول لإخواتنا الأقباط هنا في الأول كلمة عامة. مصر مجتمع طبقي منقسم، الفقير المسلم يتعرض لاضطهاد كما يتعرض له الفقير المسيحي أكثر من الغني المسلم أو الغني المسيحي. إذا لم نتحد جميعا حتى تتحول مصر إلى مجتمع متقدم له للمواطنين في حد أدنى من الدخل، سوف نظل نهبا للتخلف وللصراع الاجتماعي وللجهل وللأمراض الاجتماعية كثيرة. عايز أسأل حضرتك سؤال واحد خارج هذا ما يتحدث عنه الجميع. حضرتك تكلمت عن حقوق المرأة في الدستور. المجتمع المصري مجتمع ذكوري، والعالم اليوم هناك قضية الحرية الإنجابية مبدأ أساسي فيه. مصر فيها انفجار سكاني هائل، نحن على شفا مجتمع 100 مليون. نحن أيضا حتى حضرتك مثل بسيط باكستان نتيجة لعدم التعامل مع الانفجار السكاني سفاصل تعداد سكان باكستان سنة 2050 ل 350 مليون في مساحة لا تتعدى مساحة تكساس. نحن أيضا نرى في القاهرة أطفال الشوارع وصل عددهم تقريبا إلى 500,000. دون حديث صريح وشجاع عن قضية الحرية الإنجابية سوف نظل نهبا لأمراض كثيرة، وقد فات الدستور المصري الحالي الحديث عن هذه النقطة. شكرا. هو الحقيقة ما فاتتش.
إنما وجدناها نقطة خلافية، وخلينا بالصراحة كده يعني تفقدنا إخواتنا السلفيين، فتجاوزناها بعد ما اتحطت المادة دي وناقشناها من أجل الوحدانية ومن أجل التوافق، واضعين في أذهاننا أن الحل دون تدخل من أحد هو رفع المستوى التعليمي للشعب المصري. ارفع مستوى التعليم، شغل المرأة، شغل الراجل، مش فاضيين يجوا عيال وعاوزين يعلموا عيال لأن هما كمان يتعلموا. فالحل هو في التعليم. عشان كده احنا حطينا خطة زمنية محددة في الدستور من أجل أحد أسباب أو كأحد أسباب العلاج، وهي معالجة الأمية الرقمية والخطية للشعب المصري، وحطينا آليات للوصول لهذا الأمر. هدفنا فعلا الأمية دي هتقلل كتير هذا الانفجار السكاني كما قلت. يعني سيادة السفير بس في الآخر وبعدين أنا أشكر نيابة الأمة بولا على الحديث الشيق ده، ونشكرك على المجهود اللي بذلته، لكن في نقطة يا ريتك تنظر فيها لسيدنا، إن الجواب اللي تسرب أو اللي طلع سبب بلبلة كبيرة وعدم اطمئنان للطائفة للوضع. يا ريت إن أنت أو السكرتيرية بتاعتك تطلع جواب توضح إن الخلاف اللي بينك وبين اللجنة الخمسينات حل. ده من غير ما اقول بس مش كل الناس اللي في الخارج، الناس اللي في الخارج يعني مش عايزين نفكر في اللبن المسكوب كتير او المرحله كانت تمثل مرحله عصيبه شويه، ده اقصى اليمين وده اقصى اليسار. وعلى فكره عايز اقول حاجه، اتفضل. دوري ده كان داعم للدوله شويه. ليه بقى؟ في الوقت ده في طرف متشدد جدا في كل حاجه، مش عاوز يتنازل عن حاجه ابدا. لما الطرف الثاني شعر ان احنا ممكن نمشي فعلا، لقينا بقى بوطنيه ومرونه شديده جدا، وبدانا نقرب ونقف في نص الطريق. وده نتيجته احنا وصلنا للنهايه. اسمح لي، ما كانش الموضوع متعلق بمواد ما تسمى الهويه فقط. كان في مواد كتير جدا دايما حاطين لنا حجر عصر قدامنا كده. جينا في الايام الاخيره كلنا قربنا ووصلنا لحل الاوسط. هديك مثال. انا جيت في اخر ليله بعد ما وصلنا لحاجه يعني كانت عامله مشكله كبيره، انا اسف. عملنا ايه؟ انا اللي جيت نزلت قلت لهم يا جماعه لو سمحتوا انا بستاذنكم ان احنا نتنازل عن كلمه مدنيه. انا اللي بقول لهم نتنازل عن كلمه مدنيه اللي في الدبات. كلمه مدنيه كنا بنطلب فيها في المواد، يقول لا ما فيش في الدساتير كلمه مدنيه. الا انه الام العام الماضي خلتنا يعني نتمسك بالمدنيه. كانت هتعمل مشكله في بدايه شغلنا، فقال طب نرجئها للدبات. انا اللي في اخر ليله كنا واحده وربع بالليل ساعتها، من شغل من 10 حتى واحده وربع، خلصنا واحده ونص بعد نص بالليل. قلت لهم انا بستاذنكم نتنازل عن كلمه مدنيه من اجل التوافق. ده الفكر ازاي بنسعى للتوافق. ما ينفعش واحد بياخد اللي عايزه والتاني ما ياخدش. فلما بعض الشباب انفعلوا جدا ومصرين على كلمه مدنيه، انا وطيت على فضيله المفتي. دايما كنا نقعد جنب بعض. قلت له مولانا اشوف لك حل في الموضوع. فلقيت فضيلة المفتي تفضل مشكور وقال أنا موافق إن قال حكمها مدني. وشكرناه والناس سقفت وعدت. جينا الصبح السبت الصبح كان كام الخميس بالليل هنصوت الدونة اللي مكتوب حكمها مدني. فوجئنا بعمر المين موسى وهو على المنصة بيقرأ من ورقة حكومتها مدنية مرتين، وإحنا اتفقنا لا نقاش جوه جلسة التصويت. الناس اتهزت كده شويه وبدا يبقى في حركه. قالوا معناها حكمها يعني، انا فهمت ان ربما التيار السلفي رافض حته حكمها مدني. انا بالمرونه الكافيه حكمها حكومتها، رغم ان كلمه حكومتها دي غير دقيقه. يعني حكومتها؟ يعني وزير الدفاع مثلا مدني؟ وزير الرأفة مثلا مدني؟ انما هو عمرو بيه شافها كحاجه ترضي الطرفين قدر الامكان.
ولما زعل حد من او ممثل الكنيسه الكاثوليكيه انا رفضت ان انا اتجاوب معاه. قلت له انت زعلان ليه؟ هي حكايه مدنيه دي مسيحيه اسلاميه ولا مدنيه دينيه؟ لو في جماعه من اللجنه رافضينها يبقى اتفق معاهم، انما انت اللي ترفضها كرجل دين هي موضوع مش موضوع ديني عشان نزعل منه. وبعدين اللي سكته قلت له الاتي، قلت له سيدنا هو رقم بيتك كام؟ قال لي كذا. قلت له لو شلت رقم بيتك من على البيت بيتك ما بقاش موجود؟ قال لي موجود. قلت له هو بالظبط الرقم ده هي الكلمه اللي موجوده في الدباجه؟ الدستور كله مدني، احط الكلمه دي ولا ما احطهاش؟ يعني لو حطيتها بقى دستور مدني وما حطيتهاش بقى دستور غير مدني؟ فسكت. قال لي حق، انتهت القصه. ده اللي احنا بنقول عليه ان احنا قدر الامكان بنحاول نصل الى التوافق، نتشدد شويه انما في النهايه كلنا بنتفق على الامر واحد. شكرا جزيلا. انا بس على نفس الجواب ليا سؤال وسؤال اخر. حضرتك ايضا في هذا الجواب قلت حاجه مهمه جدا، ان انت كنت بتطالب لغير المسلمين، وان الدباجه جت المسيحيين واليهود. فانا اولا بحييك جدا على انك طرحت هذه الفكره، وثانيا نفسي اعرف اللي حصل. الحاجه الثانيه، انا جيت متاخر، هل تعرضت للماده الخاصه بوزير الدفاع وبالمحاكمات العسكريه ولا لا؟ لان دي الحاجه الوحيده اللي انا شايفها صعبه. حاضر، بكل صراحه كلمت. الاولى ايه بقى؟ دايما عشان عجزت وبس. لا، هي انك انت كنت طارح فكره ولغير المسلمين. الحق يقال، وده شيء جاي. لا مش جاي قوي، لان انا ما عملتش كده من البدايه، عملتها في مرحله. انا كنت موجود في الدستور 2012، وطرحت في 2012 حته غير المسلمين، ووجدت رفض منقطع النظير، لان يعني كان التوجه كله زي ما احنا عارفين رايحين في اللجنة. وفي نفس الوقت كان ممثل الازهر تربطنا علاقه طيبه، فقالوا يا فلان دي حساسه بالنسبه لنا كمسلمين عشان كذا وكذا. فلما جينا في 2013 انا لما كتبتها اليهود والمسيحيين. وكتبتها ليه؟ لان انا عارف من اخواتنا بتوع الازهر ان دي عندهم مشكله دينيه في هذا الموضوع، ولكنني اميل الى انها تبقى غير المسلمين. انا بكلمك على قناعتي الداخليه. فلما دخلنا في الحوار لقيت كل اللجنه في اتجاه عايزه غير المسلمين، والازهر وممثل السلفيين وانا بنقول اليهود والمسيحيين. فامام هذا الاجماع اللي بيحقق لي رغبتي اللي جوه اللي انا مش قادر اجاهر بيها عشان ما ازعلش اخواتي بتوع الازهر، قلت الاتي. قلت ان كان من اجل صوره مصر في الخارج دي تهمنا، ومن اجل ان كان من اجل الحقوق بتاع الاقليات في الداخل، فانا ما عنديش مانع اتراجع عن طلبي ان تكون اليهود والمسيحيين. وحتى قلتها كده، وحتى لو دي هتخلينا نكره شويه ان انا مش هذكر المسيحيين كمسيحيين، انما من اجل الاجماع اللي انا شايفوه، ومن اجل صوره مصر في الخارج ومن اجل الداخل بالمرونه الكافيه، انا متنازل عن رايي وخلي غير المسلمين. ولكن وكان التصويت 10 وصار 4، ولكن اللي حصل هي حاجات ثانيه خدت التصويت ده. ممثل الازهر زعلوا وطلعوا في الميديا وزعلانين. ده يقلقني لما الازهر يزعل الشارع الاسلامي هيتحرك. لا سوري، ده كيان وطني، مؤسسه عريقه لها تاريخها، لابد ان يحترم رايها الديني، ما تقدرش تاخد حاجه عكس رايها الديني. فمن هنا قلنا يا جماعه الاربع مواد دي اللي ما تسمى مواد الهويه اللي واخده تصويت 4-3 او 4-10 نقعد مع بعض نتوافق عليها احنا والازهر والسلفيين. طبعا السلفيين كان صعب نتوافق معهم، فكان دور الازهر هو هذا التوافق. من ضمنهم حته لغير المسلمين. جوايا انا عايز اليهود والمسيحيين عشان
يعني ما يزعلش الاثر، انما اهي بقت خلاص ماده لسه هنناقشها كطواف. فاللي زعلني ما قلت لهم وفاجئ بالمواد دي اتحطت فين. الثلاثه والاربعه هي اللي انطبعت والعشره هي اللي اتلغت دون الرجوع الينا. فانا بقول له زعلتونا، كان لازم ترجعوا لنا الاول كطرف اخر للتوافق، كان ممكن نوقف. وده اللي حصل فعلا في الاخر، مش زي ما كان الازهر عايز، لان ما نقبلش ان الازهر يبقى رافض حاجه لها مساس ديني عنده واحنا نصر عليه عشان هو الانسان. ما نقدرش نتمسك بصورتنا في الخارج ونعمل شرخ في الداخل، ما ينفعش. عشان جينا في الاخر قلنا بصراحه كده، ارتضينا الديمقراطيه وسيله، وارتضينا اليه التصويت اداه لذلك، ومع ذلك لما يؤدي الى الازهر يزعل نلم الديمقراطيه دي والاليه بتاع التصويت دي نلفها في ورق سلوفان نحطها في مكان كده انيق، مش عايز اقول ايه هو يعني، ونرجع نتفق. عشان كده وصلنا في الاخر بالمرونه الكافيه ان المواد دي خدت هذا الشكل. وفي حاجات تانية ما كناش نقدر بقى نتنازل عنها زي ماده 219 برضه. بالنسبه للجيش، اولا فيما يخص المحكمه العسكريه لابد ان نكون امناء ومنصفين. ماده المحاكمات العسكريه ما اتحطتش في دستور 2013، ده كانت موجوده قبل كده. دي نمره واحد. نمره اثنين، ماده المحاكمات العسكريه تم تقنينها في 2013، ما بقتش مفتوحه زي زمان. حددت مين اللي اتحاكم عسكريا؟ بيعتدي على منشأ عسكري؟ بيعتدي على معدة عسكرية؟ بيعتدي على عسكري أثناء أداء عمله؟ وما في حكمه؟ معلش، ما في حكمه دي قصة يعني قاعد يشرحها لنا زي إيه؟ في حاجات خاصة بالتخابر وقصة طويلة عريضة كده، أحسن الناس فاكرها إنها حكاية مفتوحة يعني، بس حاجات ما يقدروش. كان معانا ممثل محكمة عسكرية وإنسان فاضل اللي هو مجدي بركات، قاضي عسكري عظيم. فهو الراجل كان بيشرح لنا بالتفاصيل دي تعني ايه، بس ما ينفعش اقولها جوه الدستور. يعني لها معاني عسكريه ومخابراتيه بقى والاخر. المهم اذا اتحجبت. النقطه الثالثه كان ممكن تتلغى خالص. صدقني يا اخي العزيز، انا كنت اول رافضي الغائها اللي كانوا بيطلبوا بالغاء بسبب سببين على الاقل. السبب الاول الغائها في التوقيت اللي الجيش المصري مستهدف اقليميا. ولا تاني، الجيش اللي باقي في المنطقه العربيه دلوقتي هو جيشنا مستهدف. لما النهارده اعرف ان في اسلحه مضاده للطيارات ومضاده للمدرعات في ايدي افراد وابعد، لا خلينا ده جوه البلد مش بس سينا، اكمل حضرتك. وقال في الوقت ده الغي هذه الماده، ده انا نمره واحد بأصدر الاحباط للجندي المصري اللي بيموت علشاني، اللي ساب دوره اللي على الحدود وبيدافع عني جوه البلد. ومش كده وبس، ده انا بطلع كارت احمر للارهابي اقول له افعل ما شئت. هل هذا هو توقيته؟ ده من الظلم. انا هنا بظلم البلد. لو جيت بقى عن طريقه الشباب وقلت لا محاكمات عسكريه، اقولها بس مش النهارده. من حق البرلمان وفقا لاليه معينه يطلب الغاء ماده من المواد ومن ضمنها دي، انما التوقيت انا بذبح الجيش المصري. تذبح مصر. أنا فاهمة كده. أنا لسه ما جاتليش تعليمات بالنسبة للاستفتاء أو انتخابات الرئاسة. طبعا انتخابات مجلس الشعب هتختلف، لكن إحنا منتظرين يبعتوا لنا تعليمات، وأي حاجة هنبعتها عن طريق يعني إذا حطيتكم حاجة جديدة لتوصيل الناس. أه. ممكن بجواز
السفر مش بس بيعرفوا مقام. يعني احنا ممكن نروح بنفسنا مثلا. هنبلغ حضرتك يعني طالما حضرتك عندك هذا الاهتمام تواصلي معانا وهنبلغ حضرتك دلوقتي. طب اوكي لان انا عندي دخل مقام وعندي دكتوري وفي ناس كتير جدا مش انا بس كتير والله كتير. انا عاوز بس اضيف صوتي لصوت الانبا بولا. يعني في مسجلين في المملكه المتحده 60,000 واحد في الانتخابات، كل مره ما بيجيش اكتر من 20، يعني حتى المسجلين ما بيجوش. احنا النهارده بنقول عاوزين المسجلين وغير المسجلين يجوا يدلوا اصلا، عايزين كل المصريين ان شاء الله. ان شاء الله سؤال همسك في الكلمه دي بس اللي معانا السفير قالها. عايزين يا فندم المسجلين وغير المسجلين. طيب مش بنسجل برضه الروح وهيتقال صوتي. سامعيني؟ طيب انا هزق مع معالي السفير اول ما انزل مصر ان في لقاء في الرياض عشان نتكلم على شويه حاجات كده. ان هل ممكن يفتحوا لنا الباب شويه تاني؟ في خبر بقرار جمهوري نزل بان المصريين هينتخبوا بالجواز السفر. احنا عايزين المده تتفتح شويه، الناس بقى عندها شهيه يا فندم دلوقتي للاستفتاء، فاحنا عايزين نفتح لهم الباب. يعني احنا نزق في مصر ومعالي السفير يزق من هنا لعل نفتح الباب شويه. مدام سوفيا وبعدين الكلمات دي مش ينفع تنفيها. اشكرك نيابه الانبا مشكوره جدا. وحقيقه قناه نيابه الانبا عندي كمان كامراه مصريه. بشكر لجنه صياغه الدستور جدا وعلى انصافها للمراه المصريه، وبشكر كمان وبشعر بالفخر لان اللجنه كان فيها شخص عظيم زي واللجنة كلها كانت مميزة. بس أنا لما النهاردة سمعت كلام حضرتك حسيت قد كده اللجنة دي كانت رائعة، وده الانطباع اللي داخل كل مصري واللي حاسين بيه كلنا المصريين المعتدلين العاقلين. الحقيقة كنت عايزة أتكلم على النصوص الخاصة بالمرأة. بشكركم على إنصافكم للمرأة. المرأة كانت تشعر بالتمييز بالضبط زي أخي الزميل اللي قال اللي كان بيستبعد من الجامعة علشان كان جاي التقديرات وفضلوا عليه واحد تاني. المرأة كانت بتستبعد أحيانا من المناصب ومن الحصول على حقوقها بسبب عدم المساواة. أنا بشكركم جدا على البنود الخاصة بالمرأة والحرية. سؤالي بس السريع إنه حصل جدل وخلاف في اللجنة بخصوص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أيهما أسبق؟ أنا حابة أسمع رأي حضرتك شخصي. الحقيقة أنا بشكر حضرتك اللي قلتيه. عايز أقول لكم أنا اتسألت قبل ما أكون عضو في لجنة الخمسين مرة في لقاء صحفي واتقال لي كده إيه رأيك؟ الرئاسية ولا البرلمانية قبل؟ لأن كان في أحزاب عايزة الرئاسية. كان ردي الجازم في ذلك الحين أنا رأيي الشخصي لا مساس بخارطة الطريق لا في ترتيبها ولا في المدة الزمنية. طيب واحد يقول طب دلوقتي بعد الدستور رأيك اتغير؟ اه طبعا اتغير. ليه؟ التغيير ما قبل الدستور لم يكن له المبرر القانوني. انتوا حطيتوا خريطة الطريق وانتوا اللي حطيناها، هتغيروها ليه؟ على اساس ايه؟ طيب طب ايه اللي حصل التغيير؟ التغيير ان ادينا للرئيس مظلة دستورية تمكنه من التعديل اذا اراد. واتفقنا واتحطت المادة ان من الممكن أيهما أسبق يتم الانتخاب الرئيس أم البرلمان، بس حطينا شرط وهي عدم تجاوز مدة محددة. لأن يعني البعض يقول لك ممكن الرئيس ينتخب وتعجبه الحالة كده ويقعد من غير برلمان. أسفين، البرلمان والرئاسة مع بعض المدى الزمن الأخير هو كذا. طيب هنا تقول أنت ما قلتش حاجة، أنت ما رديتش، أنت ضحكت علينا. أنا سألتك رأيك الخاص إيه دلوقتي؟ رأيي الخاص كإنسان مصري أمين للرئاسة حاليا قبل البرلمان. طب السبب؟ أنا مع الأسهل والأفضل. هل الأسهل انتخابات برلمانية أم رئاسية؟
هل الأسهل أن تتم انتخابات لعشرات الآلاف بيتنافسوا ولا عشرة بيتنافسوا؟ هل الأفضل إن إحنا نخش في انتخابات برلمانية في فورا دلوقتي والجو لسه مش مستقر ويوجد هذا الكم من السلاح المنتشر في الشارع، ولا انتخابات تتم بين رموز حارسين كل الحرص على البلد بدينهم بيرشحوا لرئاسة البلد؟ إذن هو الأسهل والأفضل، لأن البلد تحتاج سرعة وجود الرئيس اللي يدي انطباع سريع للدولة وللعالم بالاستقرار. النقطة الأخيرة، الرئيس يملك سلطات البرلمان في عدم وجود البرلمان، أما البرلمان فلا يملك سلطات الرئيس في عدم وجود الرئيس. يبقى إذا نحن لما بنتخب رئيس بيعمل كرئيس ومعاه السلطات التشريعية اللي تمشي البلد بين البرلمان. إذا أنا على المستوى الشخصي وبهذا التحليل أفضل الرئاسة أولا، إنما الأمر لأولي الأمر. اتجاه لي حقيقة، لأنه الدستور ليس قانون عشان يحط نظام ضريبي. إنما خلينا نتجاوز هذه النقطة في الآتي، باقي المادة فيها الكثير من الإيجابيات المتعلقة بالأمر. الأمر الثاني اللي موجود حاليا فعلا ضرائب تصاعدية، فأنت ما تتعارضش مع الواقع اللي موجود في المرحلة دي. الأمر الثالث، أي مادة في الدستور قابلة للتغيير وفقا لآلية معينة، وأعتقد دي من المواد اللي هتيجي في وقت هيتم بتاعتها. الموضوع التاني بقى عشان نزيد الباقي. شوف حبيبي، أولا احنا لما بنتكلم عن الشيعة مفيش كلام ضد الشيعة، لأن انت بتتكلم عن المسلمين بغض النظر عن طائفتهم ايه، فمفيش كلام نص دستوري يمنعهم في شيء. فاحنا هنحيد هذه الفئة لأن مش هنخلق مشكلة من عدم مشكلة. النقطة الثانية فيما يخص البهائيين واليهود، موضوع اليهود جاي فقط في موضوع الأحوال الشخصية وقيادتهم الدينية، لأن في فئة فعلا ومعترف بها من زمن ولها قانون أحوال شخصية بيدرس في كليات الحقوق ومعترفين، فما تقدرش تتجاهل قانون موجود وتسقطه من حساباتك
عندما تتحدث عن دستور. أما عندما نتحدث عن البهائيين فلا وجود لقوانين لهم تحكم أمورهم في أي شيء داخل مصر. إذن أنت مش هتفقدهم حق كان موجود في دستور ولا هتفقدهم حق كان موجود في قانون، إنما بنظرة إنسانية تبحث عن حل. فإذا جيت تبحث عن حل أو جت مشكلة داخل الشارع الإسلامي رفض هذا الحل، يبقى هذا ليس زمانه وهذا ليس توقيته. وزي ما سبق وقلت في أمور كان لازم نتجنب الدخول فيها للحساسية الدينية اللي موجودة فيه. لا من حق أعتقد إنها مش هتتبناه دور عبادة. لا من حول حضرتك، لا أنا حول حضرتك من حقه أن يعبد كيفما شاء في مكانه الخاص. أما إذا كان يحدد بمكان عام ينظم القانون لأصحاب الديانات السابقة فقط. إنما واحد عامل مصلى كده في بيته جوه واحد يقول له أنت بتصلي ليه؟ دي نقطة. النقطة الأخرى حتة الرقم اللي أنت بتتكلم عنه، يعني أعتقد مصدره إيه يعني؟ هل 850 ألف ده كلام؟ 350 ألف. نعم؟ أي 350 أو 350، هل الرقم ده فعلا مسجل؟ النقطة الأخرى في هذا الإطار، إحنا سمحنا في الدستور في مادة أخرى أنا من حق أي إنسان أوراق ثبوتية وفقا لمعتقده. كان زمان يبقى كده قدامه ديانته شرط. بعد المادة دي هم اكتسبوا حق جديد ما كانش موجود، إن تتحط في الخانة دي هو بيعتقد فيه، بقت موجودة لأن بقت مطلقة حرية الاعتقاد، وبقت الأوراق الثبوتية متاحة لأي حد وفقا لرؤيته ما تقدرش يمنعها. إنما حتة نعمل له قوانين أحوال شخصية ودي ما كانتش موجودة زمان، نعمل له اختيار رئاسة دينية ودي ما كانتش موجودة زمان، ده المكتسب اللي كان فيه شبه استحالة إن أنت تتكلم فيه في هذه المرة. لما المرة الجاية حضرتك بقى عضو في لجنة بعد 50 سنة إن شاء الله تبقى عضو حضرتك. دكتور شنودة، وهاخد سؤال واحد كمان. ده المتكلم بعد الأخير على فكرة يا جماعة. نشكر سيادة نيابتك سيدنا ونشكر اللجنة على العمل الوطني الرائع والتوافق. النقطة المشكلة اللي في مصر في انتخابات اللي قبل كده، إن في فصيل تصدر وسواء بالزيت والسكر او باي حاجه في اصوات اخذت واصوات ما اتعملتش. كان ايام عبد الناصر وايام كان في الانتخابات والاستفتاءات اللي ما يروحش يدفع غرامه، انا كنت صغير انا فاكر ان كان كله بيجري ويروح لان هيدفع 5 جنيه ولا 10 جنيه غرامه زمان. سؤال بس، هنا بيدفعوا غرامه؟ ايه هنا ما بيدفعوش. بس طب يا عم هتعمل لنا اسقاط حاجه مش عندك ليه؟ طيب لا لا انا بطلبه مش هنا، بطلبه بالنسبه لمصر. لو كل اللي في مصر انتخبوا وادوا صوتهم سواء في النبوغ والقرى وكله، ضمنا ان كل واحد هينتخب او هيدي صوته بالذات في الاستفتاء على الدستور وفي انتخابات الرئاسه، هنضمن ان هنعدي الفتره دي والمرحله دي بدون اي مشكله. فده رجاء ليكم بسياده السفير والمصر كلها. تعليم يفتح. اه دي مش محتاجه دستور، دي محتاجه قانون، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت مش معنى انك هتعد بالواحد انه يصوت انه هيصوت في الاتجاه اللي انت عايزه، لان اللي ما كانش بيروح ده لو انت ضغطت عليه يروح الله اعلم هيعمل ايه. نمره ثلاثه، حته انك تعاقب من لم يصوت برضه شويه ضد الحقوق والحريات. انا حر يا اخي مش عايز اتخذ، تجبرني ليه؟ طب هروح ابطل صوتي. فبرضو العقوبة ليست وسيلة ناجحة، إنما الترغيب والمعرفة هي الوسيلة الأفضل. الجزر التشجيع. النهاردة في أخوة وأخوات من اللي موجودين في أمريكا في الجولة بتاعتي أو من أولادنا اللي هنا اللي قابلتهم قبل كده، ما كانوش بيفكروا إطلاق إن يروحوا يصوتوا على الدستور. النهاردة شاب واقف بيقول لي أنا مش هصوت على الدستور، مش عارف إيه اللي فيه، محاكمات إيه. يعني خدت على جنب قلت له كلمتين كده، انا حصلت. يبقى التشجيع، الترغيب، الاقناع، وهو الاصعب ولكنه الافضل. ليس الاسهل هو الافضل.
شكرا جزيلا. امين جورج لوجن سيدنا، اشكرك جدا جدا على الحديث والشفافيه في اجابه الاسئله. الحقيقه معظم الاسئله كنت عايز اسالها اتسالت من الاخوه، لكن في حاجتين. اول حاجه، لما قلت بتقول ان عمرو موسى هو بيقرا فوجئ بتاعة الحكومه المدنيه، كان في برنامج كبير يقول هل من حقه انه يغيرها كرئيس اللجنه؟ دي حاجه. حاجه ثانيه والاهم، لما قلت لك علاقه ان في دلوقتي بقى في الدستور ماده لبناء الكنائس تدي المسيحيين تمييز احسن كتير عن قبل كده، دي سر مش مساواه، دي مش مساواه، المساواه لازم تبقى مساواه، وليس ان انا كنت باخد عيشها بعد كده جبنا معاها بس ما فيش تحت. خلاص خليك زي ما كنت. لا يا سيدنا بقى، ايه بقى؟ بقى سيدنا احنا اتغيرنا، يعني احنا عايزين نحس احنا اتغيرنا، مش اتغيرنا بحته زياده، اتغيرنا الى مساواه. انا افضل أن يبقى في قانون يحكم بناء دور العبادة. أنا جه في وقت من الأوقات تجربت قلت رأي غريب قوي لقناة التلفزيونية زمان. طلعوا حاجة قال لك في قانون موحد لدور العبادة. لأن أنتوا القانون ده مش هيطلع، مستحيل هيطلع. ليه؟ حطوا شروط بناء الكنيسة نفس شروط بناء المسجد. أظن يعني معقول المسافة بين مسجد ومسجد تبقى مسافة قد كنيسة وكنيسة؟ ليهم عدد لقاط قد عدد المسلمين. فقلت الكلام ده مستحيل. وأنا لما يومها قلت أنا مع إصدار قانون موحد للبناء في مصر. حط الشروط العامة اللي بتقرر الارتفاع بعرض الطريق. حط بقى شوف حاجات كتير قوي 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 زي العالم ما بيعمل. واعمل باب خاص للمناطق التجارية، الصناعية، السكنية، المساجد، الكنائس، وهلم جرى. بس كل فئة من دول لها مواصفاتها الخاصة تختلف عن الأخرى. يعني اسمح لي، هل الكنيسة كمنشأ زي المسجد؟ احنا بنعمل فصول مدارس احد لما نعتمد على التعليم الديني في الكنيسة، يبقى عايز فصول. طب بنعمل كذا بنعمل كذا، مش موجودة في المسجد. انما المسجد عدد كبير، عايز منشأ ضخم. المسجد في اعداد منتشرة في كل شبر من الارض، عايز يحط في كل شبر مسجد، يبقى ما تقدرش تساوي بالنت. فانا اشكر ربنا ان قدرنا. انا لما اقول قانون لبناء دور العبادة او الكنائس، انا هنا بلغي لائحة تعطيل بناء الكنائس، لانها تعطيل. لما يقول لك 200 متر من كذا و100 متر من كذا و100 متر من كذا و100 متر من كذا، وفي الاخر دي تلاقي 1000 كذا حواليك على المسافات دي، ما تعرفش ايه فالكلام ده بتتلغى. فانا بعطيك حق انت ما كنتش تحلم بيه. شكرا. سؤال اخير من منصه، يعني حاسس ان انا مش هسال، انا بس كنت عايز اشكر سعاده السفير وملحق الثقافه والمركز الثقافي. وبشكر نفتك مع المسؤوليات والاهتمامات ومع اللي كان بيتم في مصر اللي من دول، نفتك اخترت تكون هنا معانا بدل الاحتفالات اللي كانت في مصر، علشان الكلام اللي اعتقد انا سمعته والكل سمعه النهارده بيطمن، وده اللي هيفعل التصويت هنا والحماس اللي هنا. الجالي عندنا سيدنا هنا سعاده السفير، عارف الاخوه كلهم عارفين، من احسن الجاليات المصريه بره مصر، وده باعتراف عدد من السفراء اللي هنا والجاليه نفسها. ومن ضمن الأسباب الاندماج في الجالية كلها ما بين مسيحيين ومسلمين وكل الفئات وكل الناس اللي هنا لأقطابيتهم ووحدانية الفكر. الفكر اللي بيبص لمصر كبلد انشئنا فيها، وهي زي ما قداس بابا شنو الغني نفسه كان بيقول هي فينا وعايشينها لغايه دلوقتي. فسيدنا احنا بنشكر نيافتك على دورك وعلى دور اللجنه، واحنا عارفين ان ده بروسيس ماشيين فيه. احنا عندنا ديمقراطيه في المملكه المتحده، مش دايما بنلاقيها بتقوم بدورها بنجاح، علشان ديمقراطيه دي ثيوري، ولكن في التنفيذ مش دايما زي ما نيافتك قلت بيكون سهل، وزاد في حتة زي مصر اللي الدين فيها مهم.
وبعض الناس اللي ماسكه في الدين بطريقه مخطئه دي مش غلطتهم. ده اللي اتساب الوضع اللي هم اتسابوا فيه من عشرات السنوات، وده اللي طلعوا فيه وده اللي حاسين انه صح. ولكن زي ما الياسة قلت، بالتوعيه وبالتعليم وبالمحبه هنقدر نوصل الناس تحس ان هو ممكن يكون انسان متدين ولكن انسان وطني في نفس الوقت، وما فيش خلاف في شخصيته بين الاثنين. فبارك نفسك وشغلك واللجنه ومجهود سعاده السفير المركز الثقافي وكل المكاتب اللي هنا والجاليه نفسها. انا حاسس ان هنا هنكون ندور، وطبعا لو نفسك تقدر تشوف مادة المده دي هتساعدنا جدا وسعاده السفير من ناحيته. واحنا نشجع كل الفئات وكل الناس اللي هنا والكل يشترك بطريقه ايجابيه. على فكره انا قاعد في وسطيكم بفكر في الخليج، عمال اخطط من هنا نروح الخليج. عندنا ارقام كبيره جدا من المصريين هناك، وانا قاعد بفكر لازم اروح فورا على الاقل الامارات والكويت، لازم فورا يعني. فيعني عايز نقعد هنا بقى اتفسح واسيب شغل في حته ثانيه ممكن اعمله، انا ما عنديش معايا. أنا بقول الصراحة الحديث شايف جدا وإحنا استفدنا جدا، وأظن كل واحد هيرجع يقرأ الدستور قراءة جديدة بالأحداث اللي حضرتك ذكرتها. أنا بشكرك، شرفتنا ونورتنا، بشكركم كلكم على الحضور وعلى الأسئلة اللي بترد على استفساراتنا اللي إحنا عاوزينها. وبضم صوتي لصوت الأنبابولة وبقول لكم لو سمحتوا يوم الاستفتاء عاوزينكم كلكم. لسه ما اتقررش، وانا بطلب من الانبا بولا يا ريت يا فندم يحددوا لنا نفس المده في نفس التوقيت. شكرا.